هلا يعطيكم العافية. هي محاضرة مقدمة في برمجة الإنترنت. محاضرة اليوم حتكون عن الفريم. احنا اعطينا في المحاضرة اللي فاتت عن الفورم، وبخلي إذا في أي استفسار أو سؤال بنخليه في آخر المحاضرة إذا استلم. نفتح السلايدات اللي هو شابتر 3، حنتكلم عن الفريم. هلا شو المقصود بالفريم؟ المقصود بالفريم هلا بدي يكون عندي أنا بدي أعرض أكثر من صفحة في صفحة واحدة. يعني كل انت اخذنا سابقا بنصمم الصفحات، والكل بيعرف فيكم عمليه تصميم الصفحات. بيكون بتبدا ب HTML، بعدين هيد، تايتل، تذكره الهيد، البادي، تذكره البادي، HTML. هلا انا بدي اسوي صفحه اجمع فيها اكثر من صفحه، يعني بدي اصمم صفحه رقم 1، صفحه رقم 2، صفحه رقم 3. فبدل ما اشوف كل صفحه لحال، انا بقدر اسوي صفحه رئيسيه زي اطار، بعرض هاي الصفحات جوا هاي الصفحه الرئيسيه. يعني عادة بتكون المين أو الرئيسية. واضح الفكرة؟ العملية التطبيقة إحنا بنحاجة لتاج اسمه فريم سيت. هما هنحتاج تو تاجز. الأول اسمه فريم سيت والثاني اسمه فريم. الفريم سيت كتاجز في خاصيتين بتهمني فيهم. الخاصية الأولى كولونز روز، هلا حنشوف بالتطبيق ومجهز لكم مثال كامل. الخاصية التاج الثاني اللي بهمني اللي اسمه فريم. هلا انا في عندي تو تاجز، واحد اسمه فريم سيت، هيو بضل لكم اياه زي ما انتم شايفين هيو، والتاج الثاني اسمه فريم. واضح؟ الفريم سيت من الاتريبيوت اللي بتهمني فيه كولونز وروز. الفريم بيهمني تو تاجز اللي المهم كثير اللي هو السورس. هنشوف هذا الكلام بالتفصيل. لاحظ هاي صفحه HTML، بس لاحظوا هاي الصفحه تختلف عن الصفحات السابقه. كيف؟ تبدا ب HTML، حنشوف هلا مثال كامل عليها مجهز لكم اياه. بيكون فيها هيد، بيكون فيها تذكرة الهيد، ما بيكون فيها بادي. يعني هاي الصفحة اللي احنا هنصممها ما بيكون فيها بادي. ليش؟ لان هاي مش صفحة اللي بدي اصمم يعني احط فيها صور او كتابة او كلام، لا، هاي صفحة عبارة عن صفحة بعرض جواها مجموعة من الصفحات. فبالتالي اول ملاحظة بتكون عندكم انه هذا النوع من انواع الصفحات ما في بادي. طب شو بيكون بدل البادي؟ بيكون شيء اسمه فريم سيت. هلا الصفحه على فريم سيت انت بتقوم بعمليه تقسيمها. يعني الصفحه ممكن انت بدك اياها تكون، لو جينا ورجيناكم مثال قبل ما نكمل، افتح لكم مثال كنت مسوي له انا رن. هاي الملف تبعي شير. اوكي، خليني بس افتح هاي الصفحة، او خليني اوقف بس شوية الشير، بس خليني عشان اكون هاي عبارة عن بورد، بس خليني اورجيكم بورد. هاي الصفحة ممكن هاي الصفحة هيك اعتبروا هاي صفحة، بدي اجي اقسم الصفحة، بدي اقسمها يعني بدي اعرض جواها. انا ممكن بدي اجي اعرض فيها صفحتين، اجي اسوي كالشكل التالي، اجي اقسم من هون اعرض في هذا الجزء صفحة، في هذا الجزء ايش؟ صفحة ثانية. او ممكن اسوي بطريقة ثانية، هي كلير، اجي اصمم صفحة اصممها بالشكل التالي هيك، اقسمها من هون، هاي هي الصفحة تبعتي، اجي اعرض صفحة هون وصفحة اجي اعرضها هون. واضح الفكرة؟ واضح شو بدي اشتغل فيه؟ او ممكن اسوي شغلة ثالثة، كلير، اجي الصفحة تبعتي زي ما بنشوف كثير ويب سايت صفحات، بكون ماجي مثلا قسمينها هيك، صفحتي مقسومة هيك، اعذروني على الكتابة بس بحاول استخدم البورد. هاي عبارة عن الصفحة الرئيسية، باجي بعرض هون رقم 1 صفحة، باجي هون بحط صفحة ثانية، وباجي هون بحط صفحة ثالثة. فبالتالي هاي الصفحة بعرض جوا عبارة عن ايش؟ ثلاث صفحات. واضح؟ فهي بنسميها الصفحة الرئيسية. هاي الصفحة احنا الصفحات هدول اللي هي 1 و2 و3، زي ما اخذنا سابقا بنصمم صفحات، باجي بسمي الصفحة الأولى بسميها 1.html، وبرجع بصمم صفحة ثانية اسمها 2.html، وباجي بصمم صفحة ثالثة اللي هي 3.html. بعد هيك باجي بربطهم من خلال بسوي صفحة رئيسية، وباجي بعرض الثلاث صفحات جوا هاي الصفحه الرئيسيه. هذا هو مفهوم الفريم سيت. فانت من البدايه بتحدد الصفحه تبعتك الى كم قسم بدك تقسمها. انت بتوضح هذا الكلام ايش؟ من خلال ايش؟
اللي هو الفريم ايش 6. هذا انا بوضحه كاملا، واضح الفكره؟ بدنا نشتغل عليها. خلينا نرجع نشوف امثلتنا. هلا بس بدي افتح لكم الصفحات اللي انا اوريدي جهزت لكم اياهم. هاي في عندي صفحه اسمها 1.html وفي بدي اجهز لكم اياهم. في صفحه ثانيه هاي عباره عندي حيكون عباره عن مجموعه من الصفحات اللي بجهز يعني بصغرهم، وهي الصفحه الثالثه اللي هي بتكون عندي هون. اوكي هلا عشان تشوفوا الكلام واضح تبعي، هاي بدي اجي اعرض لكم صفحه شير. هاي شايفين انتم كلكم معي؟ شايفين؟ هلا انا هون اعرض لكم الثلاث صفحات، صممتم عادي. صفحه A سميتها .html، هي بتبدا ب HTML هيد تايتل، كتبت فيها بسام وسكرت البودي وسكرت ال HTML. هاي صفحه عباره عن صفحه عاديه. جيت صممت كمان صفحه HTML ثانيه HTML كتبت فيها محمد، وكمان جي صممت صفحة ثالثة اسمها 3.html. هلا شو اللي ضل عندي؟ ضل عندي بدي أصمم اللي هي الصفحة الرابعة والأخيرة اللي هي بتجمع هاي الصفحات. شايفين أنتم معي مزبوط؟ اللي هي سميتها صفحة 2.html. هاي لاحظوا بس عشان أعرضهم كلهم مع بعض، هاي الصفحة الأخيرة. لاحظتوا؟ تمام. ايوه هلا هاي الصفحه ما فيها بادي جي بقيه الصفحات هدول. لاحظوا هاي الصفحه فيها HTML هيد، فيها فريم في صفحه واحده مبينه. انتوا هلا مبينه بس عندكم واحده اللي هي صفحه التنين دوت HTML اللي مبينه عندكم بس. لا بعد على صفحه الاي دوت HTML يا دكتور. اوكي هلا خليني ارجع اطلع من هاي شير سكرين. اوكي اللي هي صفحه A، هاي صفحه B شايفينها معي؟ هاي B، هاي ستوب. خليني اورجيكم كمان صفحه C، صفحه ثالثه هيها كمان شير قدامكم. شفتوها C مكتوب فيها الزغموري؟ ما واضح. هلا الصفحة الأخيرة أو الثالثة اللي بدي إياكم تشوفوها اللي هي صفحة اللي هي 2.html. هيها لاحظوا هاي الصفحة ما فيها بادي معي أنتو؟ هاي الصفحة اللي أمامكم ما فيها بادي. طب ليش ما فيها بادي؟ لأنه هاي مش صفحة زي الصفحات العادية. هاي الصفحة فيها هاي جواها انا عرضت صفحتين اللي هي الواحد والتنين. بس انتبهوا علي، هلا هاي الصفحة ما فيها بادي بس فيها اشي اسمه فريم 6. هاي شايفينه؟ وهي تسكيرته. هلا هاي الصفحة انت لازم بدك تيجي بتحدد كم صفحة بدك تعرض جواها. جيت قلت انا بدي اعرض صفحتين بس على شكل اعمدة. شو معنى؟ هلا في عندك خاصيتين، في واحد اسمها كولونز وفي واحدة اسمها روز. الكولون معناه انه الصفحة بدك تقسمها لعمودين، ومن هون بتحدد المساحة. يعني اما بتيجي بتقول له 110 بكسل والستارت تعني البقية، يعني بيجي العمود الاول مساحته 110 والباقي للعمود الثاني، او تقدر تستخدم النسب المئوية. بتيجي هون بتقول له 20% وهون مثلا 80% او ستارت، او اذا بدك اياها نص بنص بتقول له 50% 50%. واضح؟ وهي تسكيرة الفريم ست. ما دام انت الصفحة قسمتها لعمودين معناها بدك تعرض فيها صفحتين على شكل عمود. فبالتالي انت لما بتقسم، طب لو بدي اقسمها ثلاث شو باجي بقول؟ باجي هون بقول 110 مثلا 200 وباجي بقول له هاي فاصلة. اوكي هاي خلينا نحكي باللغة الانجليزية هاي كوما. اوكي هلا انت قسمتها كم صفحة؟ الصفحة تبعتك هاي الرئيسية قسمتها لكم عمود؟ لك اثنين لثلاث أعمدة. ثلاثة ليش؟ انت 110 هاي عمود
و200 العمود خطفي. الثاني، والنجمه معناها البقيه يعني بقيه الصفحه عمود ثالث. فكل فاصله تفصل ما بينهم بتكون بعدد الاعمده، يعني عندك فاصلتين معناها عندك ثلاث اعمده، عندك فاصله واحده عمودين. واضح؟ خلينا نشوفها احنا على فاصله واحده. احنا قلنا له بدنا اياها عباره عن عمودين، اذا حطيت له 110 ونجمه، فبالتالي ما دام الصفحه قسمت العمودين معناها بدك تعرض جوه الصفحه هاي صفحتين، فبالتالي بدك اثنين فريم. يعني بتيجي بتقول له فريم فريم، النيم بتعطيه اي اسم بدك اياه، السورس بتحدد الصفحه اللي بده يعرضها في هذا العمود الاول. فانا جيت انا كنت مصمم كم صفحه، كنت مصمم ثلاث صفحات، واحده اسمها a.html والثانيه b.html والثالثه ايش c.html. فانا بدي اعرض بس صفحتين، فقلت له a.html هاي لمين؟ للصفحه الاولى بعمود الاول. طب بنيجي هلا على الصفحه الثانيه، قلنا له فريم. كمان تنساش انا مستخدم هون الطريقه المختصره في الكتابه، يعني كل فريم لها تسكيره، كل فريم لها تسكيره. انا هون حطيت الطريقه المختصره، او اذا ما بدك هاي الطريقه من هون شو بتسوي؟ بتلغي هاي وبتحط ايش؟ تسكيره الفريم العاديه اللي احنا اخذناها سابقا، هيها هيك التسكيرات العاديه بتسكر وبتحط اشاره اللي هي التسكيره. بتقدر بالطريقه هاي تشتغل وبتقدر بالطريقه هاي، يعني اشتغلت بهون او هون نفس الطريقه، استنتين صحيحات. هلا العمود الثاني بحدد له شو الصفحه بده يظهر فيها، فبقول له فريم، بعطيها اسم، مش شرط الاسم اللي هو نفس اسم الصفحه، اسم يعني اسم نيم، اسم الاوبجكت، السورس اللي هي الصفحه. لا انتبه معي، بالنسبه للسورس اذا كانت الصفحه الرئيسيه والصفحات الثانيه مخزنات بنفس المكان بتكتب بس الاسم، اما اذا كان موجوده في مكان اخر بتعطيه المسار تبعه. بتيجي مثلا اذا مخزن على السي بتقول له سي نقطتين سلاش سلاش، بتعطيه اسم الصفحه، او اذا مخزن ضمن فولدر معين. بعد ما خلصنا سكرنا الفريم، سكرنا الفريم سيت، سكرنا الاتش تي ام ال. واضحه هاي النقطه؟ الجميع واضحه اللي معي؟ طيب خلينا نشوف الرن تبعها. واضحه. خلينا نسوي هاي فايل سيف، هاي خزنتها. خلينا نسوي ستوب. هلا باجي بدي اسوي لك شير لمين؟ بدي اجي انفذها، بس خليني اول شيء قبل ما اسوي شير، قبل ما اسوي شير خليني اجي انفذ هاي الصفحه اللي هي على الجي بي يو، هاي اللي هي سميتها 2.html open with، باجي بقول له على جوجل كروم. اوكي خليني اسوي لك هلا شير للصفحه. معايا يا شباب انتو؟ يعني انا بطبق عملي وبشرب نفس الوقت. هاي الكروم، هاي طلع علي الصفحة كيف صارت؟ شفتوها؟ هاي يا شباب الصوت، الصفحة لاحظ كيف طلعت؟ صفحتي طلعت عمود، هذا حجمه 10 و110 بيكسل، وهذا الباقي. اجى عرض الصفحة رقم 1.html اللي هي مكتوب فيها بسام، الصفحة 2.html مكتوب فيها محمد، فعرض الصفحتين هون، لاحظ؟ طيب لنفترض لو ما عندي، يعني بدي اغير بالاعدادات، خليني اورجيك بعض الشيء كيف بدي اغير بالاعدادات. هاي ستوب، هاي شير، خليني اخذ الصفحه اللي احنا شغالين عليها اللي هي التنين اللي اشتغل، هيها شايفينها؟ لنفترض انا اعطيته رقم صفحه مش موجود، جيت قلت له دي، ما عندي دي دوت اتش تي ام ال، مظبوط؟ هاي فايل، هاي سيف، هاي ستوب. خلينا لكم هلا الشاشه الثانيه اللي عندي، هاي اوب شير، شايفينها؟ هلا جيت سويت اف 5، طلع شو اعطاني؟ ليش؟ لانه راح دور على صفحه اسمها دي دوت اتش تي ام ال ما لقاها، فهون عرض مكانها ايش؟ جاي انه مش موجوده هاي الصفحه اللي انت كاتب اسمها. واضحه الفكره؟ هذا الكلام عشان تشوفه بشكل واضح وتفهمه اكثر، خلينا نرجع على الباوربوينت تبعنا. الباوربوينت لاحظ اذا فريم ست كولونز اعطيته 110 واعطيته ستارت. ننزل هلا نكمل. هلا لاحظ شو سوى؟ فريم نيم اعطاه سورس للصفحه هاي، فريم نيم اعطاه الصفحه الثانيه، سكر ايش؟ الفريم هاي، سكر تسكيره ايش؟ الفريم ست. هلا في شيء اسمه نو فريم حنيجي عليه بعدين. طب خلينا نشوف الرن تبع هاي الصفحه، لو جينا نفذناها طلع كيف؟ قسم الصفحه لجزئين،
الرئيسية. الجزء الأول عرض فيه الصفحة الأولى، والجزء الثاني عرض فيه إيش؟ الصفحة الثانية. طيب خلينا نشوف بعض التعديلات اللي ممكن نقدر نسويها عشان تشوفوها بالتفصيل، توضح الصورة أكثر لكم. نرجع على الصفحة رقم 2 اللي هي الخاصة فينا، هي قدامكم. لنفترض أنا مجدي خليت له إيه، هاي إيه، وبدي أعرض 3 صفحات مش صفحتين. شو بسوي؟ بدي أضيف كمان فريم هون، بدي أعرض فيه الصفحة اللي هي السي. هلا هيك ما بتنعرض، لازم هون شو أسوي؟ أغير بالإعدادات، مثلا أجي أقول هون 200 فاصلة وستارت. هلا حيسوي لي عبارة عن صفحتي 3 أعمدة. خلينا نتأكد من شغلنا. هاي فايل سيف، واضحة لهون. ننتقل هلا على السلايد، نشوف الثانية اللي هو على كروم. هاي هون، هلا احنا واقفين هون، شايفين كلكم معي؟ هاي F5 قسم صفحتي ل3 أعمدة. هاي 110 بكسل، هاي 200، وهون المتبقي. وضحت الصورة كيف بشتغل قاعد؟ خلينا نرجع نعدل كمان مرة عشان توضح الصورة أكثر إلكم. هاي بنرجع على 2.html، هيها قدامكم شايفينها. هلا لنفترض أنا بدي الصفحة، أنتوا لاحظوا إجت الصفحة عبارة عن 3 أعمدة. أنا بدي عمود، يعني خليني أوضح لكم أكثر شوي. أنا صفحتي بدي أقسمها عبارة عن، خلينا ناخذ وايت بورد شوي عشان تشوفوه. لو اجيت هون بدي ارسمها هيك، هاي عبارة عن صفحتي. انا بدي اقسمها بالشكل التالي، بدي اقسمها هيك واجي اقسمها هيك. شفتوا؟ هون اعرض صفحة رقم 1، هون اعرض صفحة رقم 2، هون اعرض رقم 3. يعني قبل شوي كانت عبارة عن عمودين، بعدين غيرنا سوينا عبارة عن ايش؟ 3 أعمدة. هلا لا، انا بدي اغير، بدي يكون التصميم عندي بالشكل اللي امامكم هذا. كيف بدنا نسوي هذا الكلام؟ خلينا نشوف كمان كيف نقدر نعدل على كودنا حتى يبين معاكم زي ما انتم شايفين. بروح على صفحتي الرئيسيه اللي هي 2.html، هي قدامكم ظهرت هلا، هاي اللي هي كانت هذا، شايفين؟ اوكي، هلا هاي شايفين معي صفحه 2.html. هلا انا ما بقدر اجي، هلا انا بالاصل لما بدي اجي اقسم بدي اعتمد على شغله رئيسيه. شو الشغله الرئيسيه؟ هلا اول شيء انت لما تطلع على الرسمه بدك تشوف كم عمود. قبل شوي لما رسمت كم عمود؟ 3. لا قبل شوي بالرسم اللي رسمت على الوايت بورد، هي برجع مره ثانيه على الوايت بورد، ها شايفينها؟ هلا قبل ما اجي اقسم بدي افهم كم عمود وكم سطر. هاي عمودين. هلا اذا جيت قلت سطرين غلط. تعرف ليش غلط؟ عمود هلا لا، على السطر لما باجي بقول عمود لازم يكون من اول الشاشه لاخرها، يعني الصفحه نفسها. يعني هلا هون، هلا هاي من هون، لاحظ من البدايه من هون لهون، هاي عمود، وهاي كلها عمود ثاني. فلما انا بيجي بقسم عمودين، شايفين؟ بحط هاي عمود وهاي عمود. هلا العمود الثاني بقسمه لسطرين، لانه لاحظ انت لا تخيل العمود الاول قسمته، طيب بعديها هاي تخيل انه هذا العمود خلص راح هيك، اوكي، هاي مسح لي اياها. يتخيل انه ضل عندك ايش؟ هاي اندو. يتخيل انه هذا الجزء بس ضل عندك، واضح؟ هذا الجزء انسى الواحد، تخيل هذا كانك لحالك تشتغله. شو هذا؟ عباره عن ايش؟ عن سطرين. هاي سطر، اعتبر انه هاي كلها شاشتك، هذا الجزء شاشتك كاملة. دائما خذ من النقطة للنقطة، يعني من البداية للنهاية. هاي لو جيت تخيلت هذا الجزء بدون، تخيل بدون هذا الجزء، ها ولا هاي، ها ارجع على بدناش استام، وين والله ما لاحظ. تخيل ها، هاي عشان ما نضيعش وقت، كلير اول، تخيلها عباره عن نون تكست درو. والله ما هو مش شغال. هاي عيد من اول وجديد، ها خلينا نطلع منه ستوب.
أرجع مرة تانية شير وايت بورد. لاحظ هاي قسمت، تخيل هذا الجزء هذا جزء، يجي سويت هيك. إذا هاي لما باجي بقول لك هذا صمم لي إياه عبارة عن إيش؟ باجي بقول عمودين مش عمودين، ليش؟ هاي بدك من البداية للنهاية، هذا عبارة عن سطرين. هلا السطر الثاني لو جيت قسمته بالشكل هذا شو باجي بقول؟ السطر الثاني عبارة عن عمودين. بس لما باجي بسأل بكرة اللي تيجي تصمم هاي صفحة، ما بتيجي تصممها كبداية، بتيجي بتقول له عمودين وبعدين سطرين. غلط. هذا الكلام صحيح إذا كان السطر هذا هيك من بداية هيك طلع. هاي بقدر أقول يا بقدر أسميها يا ببدأها سطرين وبعدين عمودين، أو بقدر أقول عمودين وبعدين إيش كل عمود إيش سطرين. واضحة الفكرة بدي أوصل إليها؟ واضحت الصورة؟ طيب خلينا نشوف هذا الكلام. نرجع على الشيرينج تبعنا على صفحتنا اللي هي 2.html هي قدامكم. هلا انا اذا زي ما حكينا قبل شوي انا عندي عمودين، فبالتالي بقدر استخدم طريقه ثانيه في تصميم الاعمده اللي هي بدل ما اعطي ارقام باجي بقول له 50% اللي هي النسبه المئويه فاصله 50 كمان في الميه. اذا لاحظ هلا العمود الاول حطيت فيه اشتمل، هلا 50% يعني كم عمود يطلع؟ كم عمود يطلع عندي؟ عمودين. العمود الاول عرضت فيه، هلا لاحظ العمود الثاني ما بعرض فيه. ليش؟ لان انا بدي اقسمه، فبالتالي برجع بقول له ايش؟ فريم 6. لاحظ انتبه هاي نقطه كثير مهمه. انا جيت قلت له عمودين، العمود الاول فريم نيم اسمه a.html، هلا العمود الثاني ما بعطيه الصفحه. ليش؟ اني لازم اقسمه بعدين بحدد اسماء الصفحات. فباجي بقول له فريم ست، انا ما بدي اياه على شكل اعمده، انا بدي اياه على شكل ايش؟ روز. باجي بقول له يساوي، باجي بعطيه نفس الشيء 50% 50%. هاي كنترول سي على السريع عشان ما نضيع وقت. هلا مش قسمته؟ مش قسمته الفريم ست؟ قلت له بعديها مدام سطرين، السطر الأول عرض لي هاي الصفحة والسطر الثاني عرض لي الصفحة الثالثة فيه اللي هي صفحة بي. هلا تنساش لازم، خلينا نكبرها شوي عشان نشوفوها. كل فريم ست لها تسكيرة. كم فريم ست استخدمت؟ كم فريم ست استخدمت؟ تنتين فريم ست، أنا بحكي مش فريم. الفريم هي الصفحة، الفريم ست استخدمت تنتين. هاي واحدة قسمت أول شيء الصفحة الرئيسية إلى عمودين، بعدين العمود الثاني اللي هو هون قسمته لسطرين، فبدي تسكيرتين. اذا في هون هاي فريم 6 للي برا اللي هي للعمود، وهاي تنساش فريم 6 لمين؟ فريم 6 لمين؟ هاي للعمود الثاني اللي قسمته مين؟ سطرين. وضحت الفكره؟ اذا اول شيء قسمت الصفحه لعمودين، العمود الثاني قسمته لسطرين. بستخدم عشان اقسم على شكل اعمده بقول له كولونز 50% 50% والروز 50% 50%. تعال نشوف شغلنا. هاي فايل سيف، خزنت شغلي. هلا خليني اعرض لك الصفحه. هاي الصفحه قدامك شير، شايفينها؟ هلا اول ما اجي اكتب اف 5 طلع اول شيء قسم لي عمود الاول وعرض فيه الصفحه اللي هي a.html اللي مكتوب جواها بسام. هلا العمود الثاني لاحظ، العمود الثاني كله ما حطيت الصفحات، شو سويت اول شيء؟ قسمته فريم 6، قلت له روز، قسمته ايش؟ 50% 50%، بعدين عرض جوا فريم فريم. فبالتالي عرض الفريم اللي هي صفحه 2.html وفريم 3.html. واضح؟ هلا انت بتقدر تتحكم فيهم هون، تزيحهم وتزيح فيهم هيك في الرن، وبتقدر كمان لو قدام شوي بورجيك كيف تثبتها عشان تمنع انك تحركهم. وضعت كيف الاليه عمليه التقسيم. طيب لو بدي اجي اسالكم سؤال، ما دام احنا لسه هون، لنفترض بدي اقسم هاي هون بالنص هيك، اقسمها لعمودين، انتبه معي. اجيت قلت لك بدي اسوي عمود هون، يعني اسوي هون وهون، هون احط محمد وهون زغموري، هون احطها واخلي هاي صفحة ثالثة غير اخرى، غير مش هاي الصفحة اللي استخدمناها المحاضرة اللي فاتت. اذا هلا
قبل ما اجي اطبق قدامكم كم عمود؟ عمودين. طب العمود الثاني، العمود الثاني فيه سطرين، بس السطر الاول بدي اقسمه لعمودين مره ثانيه. الصفحه كلها مقسومه لعمودين، هذا العمود الاول، هون العمود الثاني. العمود الثاني مقسوم لسطرين، ولكن بدي السطر الاول اقسمه لعمودين. تخيل معي كيف بدنا نشتغلها، وهلا بنطبقها مع بعض. خلينا نشوف، نرجع على تطبيق اللي هي صفحتنا، هيو الكل شايفها. هلا الصفحة كلها قسمتها لعمودين، صحيح؟ انتبه معي هلا، العمود الثاني هاي، هاي بتدل على العمود الثاني، قسمته لسطرين. هلا مباشرة بعدي جواه السطر الأول، انتبه معي، السطر الأول بدي أقسم العمودين. إذن أنا بحاجة كمان لإيش؟ لفريم 6 ثاني، هاي كنترول سي جواها هون، كنترول في. بس انتبه، الفريم 6 هاي لمين؟ هاي للأول، للعمود الثاني السطر الأول، العمود الثاني السطر الأول. إذن هلا هون شو بحاجة؟ تذكرة الفريم 6، هاي كنترول سي تذكيرته. تنساش انا بحاجه لفريم نيم، هيا ضايل 10 دقائق وتنتهي المحاضره. اوكي، وهون بدي اعرضها في صفحه كنا مصممينها امبارح اللي هي 1.html اذا متذكرينها. هاي حتظهر وين؟ هاي الصفحه وين حتظهر؟ في العمود الثاني، في السطر الثاني، في السطر الثاني. السطر الاول هون، هيو السطر الاول، ها من هون لهون هذا الجزء يخص مين؟ السطر الاول، لانه انت هون كاتبه فريم 6 رو 2، هذا كله سطر اول، وهذا هون شايفين هذا الجزء السطر الثاني. هلا الفريم 6 الاولانيه البرانيه هاي قسمت الصفحه لعمودين، وين هم العمودين؟ العمود الاول هيو هذا اللي ضللت لكم اياه، شايفين هذا كله، هذا العمود الاول، ومن هون لهون طلعوا هذا كله العمود الثاني. خلينا نشوف شغلنا صح ولا لا. هاي فايل سيف، هاي نسوي ستوب، نرجع مرة ثانية، خلينا على صفحتنا نشوفها قدامكم. شير طلع، أول ما جاك بس F5 لاحظ شو صار؟ هذا العمود الأول واضح، هذا كله التنين مع بعض هدول السطر إيش؟ الأول في العمود الثاني، وهذا السطر الثاني في العمود ايش؟ الثاني. السطر الاول في العمود الثاني قسمته لعمودين. يعني لازم تكون عندك الامكانيه، انا حرف على هاي الامثله كلها حرفع لكم اياها وتطبقوها لحالكم، واضح الفكره؟ هي ضروري جدا، هذول لازم تطبقوهم كليتهم لحالكم عشان تتاكدوا، بس بدي تكون الصوره واضحه. واضحه لهون؟ طيب حتى يفهم اكثر هذا الكلام، الفريم 6 مي، انا اوريدي رافع لك في الماتيريال عندنا. اذا انت كنت ملاحظ، خليني ارجع على جوجل هون، هي شير لكم، خليني اسكر هذا المثال. انا اوريدي بصفحتنا رافع لك في البدايه، كنت رافع لكم مجموعه في كتاب الماده، هيو HTML and Cascading Style Sheet، ورافع لك اليو ار ال، اليو ار ال بوديك على 3W School. 3W School هي هي اوريدي بتكلم عن الفريم 6، وهي حاطط لك مثال بتقدر تجربه هون، هي تراي. في كمان البراوزرات اللي بيشتغل عليها، شو الاتريبيوت كولون زرو، وامثله عليها واضحه. هذا بالنسبه للفريم 6. وفي الفريم، هاي الفريم يستخدم مع الفريم 6. اوكي، وشو بقدر استخدم مع الفريم؟ فيها دول خصائص، انا اخذت بس خاصيتين، حكيت خاصيه النيم استخدمتها وخاصيه السورس. هلا في سكرولينج، في شغلات تانية تقدر تشوفها بالتفصيل. كمان بتقدر ترجع للماده في من الكتاب، لما قلت لك في كمان، انا هذا اليو ار ال بوديك على 3W School. في كتاب الماده HTML هذا كمان موفر لك اياه، كتاب بالعربي اللي عنده شويه صعوبات باللغه الانجليزيه، هيو اوريدي فاتح لك اياه. في على صفحه 69 بتكلم عن الاطارات الفريم، حتى المحاضره اللي فاتت اللي هي الفورم قبل 69، يعني من 60 ل 69 بتكلم عن الفورم، 69 بيبدا على الفريم، وهي شارح لك
بالعربي عشان ما تكون اي صعوبة، ومعطيك مثال ونطبق. واضح؟ هاي معطيك الفريم وكيف بتقسم، يعني شرح ممتاز خلال صفحة ممتاز. يعني عندك مرجعية بتعتمد عليهم اللي هي بتحضر الفيديو، تحضر بتدخل على 3 دبل سكول اللي قدامك هاد اللي احنا اخذنا منه موضوعنا، وفي الكتاب اللي انا رفعت لك اياه اللي هو الاشتيمال اند كاسكيتنج ستايل شيت. في حدا مش واضح بالنسبه له؟ هدول الموجودات مش بحاجه انك تشتري لك كتاب ولا شيء، بس كليك على الاشتيمال اند كاسكيتنج ستايل شيت بوك هي قدامك او اليو ار ال. هلا بالاضافه نزلت لك، هلا احنا الاسبوع هاد، هلا اليوم ان شاء الله احنا بهذا الجزء، هاي الشابتر هيك بكون خلصناه شابتر 3. حنزلك هلا بعد ما تنتهي المحاضره الفيديو هون، حنزلك كمان التمارين اللي اشتغلت عليها، حرفع لك اياهم بتاريخ اليوم كله 23/3 اللي هي الصفحات اللي صممتهم وكل شيء. وفرت لك وظيفه، هاي الوظيفه معك للاسبوع الجاي، هاي اول وظيفه تاخذها في الماده، سهل جدا الوظيفه، ما عليك الا تروح تكبس على اساينمنت بنتي تاريخها ب 31 الشهر. هاي الاسايمنت بس يدخل عليها بتفتحها، بتطلع لك عندك هيك بهذا الشكل، بتكبس عليها من هون، لو كبست عليها بيفتح لك ملف بي دي اف، طالب منك الملف ايش تصمم، بده اياك تصمم هاي الصفحه. يعني هاي بقول لك كرييت ويب بيج، هذا شيء بسيط اخذناه، تكتب لك ويلكم تو ويب سايت، تحط لك صوره وتكتب هذا الكلام وتسيفه هذا اتش تي ام ال. هلا كيف بدك تسلمني الوظيفه؟ انت لما تيجي تكبس في مفتوح ملف تيجي او بتقدر تصمم وتكتب تاجها مباشره، يعني يا بتصممها لحالها وبتحمل لي اياها وبتزتها ضمن فولدر هون موجود عندي. انا عندي هون ببين مين عندي الاشخاص اللي سلموا الوظائف من هون، يعني بقدر اسوي فيو هيك كلكم، ببين اسماءكم كل واحد، وبتفرج على وظيفته وبقدر ايش اتعامل معها من عندي. واضحه الفكره؟ في ظل معي خمس نعم تفضلي دار، بس نحط صورة، يعني بس نحط صورة اللي انت طالبها ونكتب الكلام. اي صورة بدي كلام بالنص وزبطي سوي جاي بروغراف رتبي زي ما هي مصممة عندك. اختار اي صورة مش شرط نفس الصورة، بس بدي اياكم، بدي يعني بصراحة بدنا منكم مشاركة، الجميع بدي اياه يشارك معنا، هاي الفكرة واضح الفكرة؟ يعني ضروري جدا هذا بالنسبة تشتغلوا عليه الموضوع هذا، يعني انه مش بس هلا احنا فقط اعطاء بس محاضرات، بدي تعاون منكم تتدربوا، خاصه انه بتعرف هاي المواد مش كليات تانية مواد نظريه بس قراءه، يعني هاي اذا ما اشتغلت على الجهاز وطبقتي صعب انك تطبقيها، فبتحاول. بالاضافه تنسوش الصوت، صوت يا شباب دكتور. نعم هلا انا عندي بس على الجوال، بقدر اعملها على الجوال بس حتى على الجوال تدخل فيه، انا مفرغ لك جاي مكان تكتب بس تاج ال HTML وبتصمم بس مباشره، حط التاج الاشتمال على الجوال، تدخل على تيكس بدل ما تسوي كملف، اللي شغال على الكمبيوتر بصمم اشتمال وبزت لي الملف، اللي شغال على الجوال بس يكتب لي تاج الاشتمال وبس. تمام وضحت الفكره؟ يعني بس ما حتكون عليها اي صعوبه لكم، يعني بالعكس سهل جدا. انا رعيت انه بقدر الامكان انه اللي شغالين على الجوال او اللي شغالين من خلال الكمبيوتر يستطيع انه يطبق هذا الكلام عنده. في البعض هلا ستيل يعني دخلت على المحاضرات الفيديو، في يمكن يعني أربعة أو خمسة فاتوا، بس بدي دائما تفوتوا على المحاضرات تصير تسمعوها مرة ومرتين، يعني شيء يميز أحسن لكم من المحاضرات العادية. أنا بلاحظ هلا مشكلة بس التطبيق، إنه صرت أنا تحضر فيديو تحضرها مرة ومرتين ما فهمتش، وبخلي دائما زي ما قلت آخر المحاضرة مثلا آخر خمس دقائق في المحاضرة إذا في استفسارات عن المحاضرة اللي فاتت، يعني لاني انا ان شاء الله المحاضره الجاي انا عشان تكونوا بالصوره بس لسه ما بين عندكم، جهزت لكم الاسبوع الجاي اللي هو كاسكيتنج ستايل شيت شابتر 4 هي قدامك اظن شايفين. بس انتم عندكم لسه مش ظاهر، اليوم بعد بس تخلص المحاضره برفع لكم اياه، مجهز لكم وظائف توتوريال للكاسكيتنج ستايل شيت. تنسوش كمان التوتوريال الموجودين عندكم، كل اسبوع في توتوريال، هذول انا ما حطيتهم كلهم، حطيت بس اربع، بس لما تدخل على اليوتيوب من خلال التوتوريال هو بيعطيك بقية المحاضرات، في بوصلوا حوالي 16-17 محاضرة، فبتكملوهم احضروهم كويسات تستفيدوا منهم كتير. هلا بعض الطلاب للأسف يعني ستيل هلا مش حاضرين، يعني هاي مثلا اليوم اللي حضروا عندي لعند عبد الرحمن بس، يعني عندك غصون وإناس وبلال وعبد الرحمن وعبد الرحمن توفيق، يعني لاحظ هدول، وفي ناس لسه ما بعرفش سناء ومحمد محمد حسن، يعني ما بعرف شو وضعهم، يعني ما بعرف اذا تواصلتوا مع حدا او بتعرفوا حدا من هالاسماء، انا بعرضهم عشان اذا بتعرفوا حدا
غصون، إناس، بلال، عبد الرحمن توفيق، عبد العزيز راشد، أنس مجدي، محمود مبارك، سنة، محمد، يعني على الأقل يفوتوا يشاركوا معنا. يعني عندي هون لعند بس عبد الرحمن محمد رامز اللي كانوا داخلين فقط في المحاضرة، أما البقية يعني للأسف ما أعرف شو، مش قادرين نتواصل معكم، يعني في بعض للأسف أرقام تلفوناتكم اللي حطينها على موقع التسجيل فيها أخطاء فمش قادرين نوصلكم. فرجاني اللي بيعرف حدا من هالشباب ضروري بلغوا انه ضروري يحضر محاضراته سواء عندي او عند غيرنا من المواد. في اي استفسار بالنسبة للمحاضرة اللي فاتت؟ نفس الشيء بالنسبة للكتاب هون، المحاضرة السابقة اللي هي الفورم، والفورم هاي الفريم اللي حكينا عنه في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الفورم. لاحظوا هاي هم عشان اذا حابب حتى بالعربي كمان حاولت اخلي بس الكتاب هون بتكلم عن الأزرار كله على مستوى الفورم. هيو اللي فاتت المحاضرة اللي فاتت هون الجداول، مش موضوع الجداول احنا خلصناه. النماذج اللي هو موضوع النماذج، هيو كيف تصمم فورم، والعناصر اللي جوا الفورم، البوتون، تشيك بوكس، الهيدن، باسورد، راديو، الريلست، خدناهم السبميت والتكس، وهي معطيك مثال ومشروح كمان بالعربي كمان عشان هي الاوتبوت تبعه. يعني كثير، يعني هلا صار عندك موضوعين اللي هم الفورم والفريم، يعني من خلال اللي هو التطبيق او من خلال اللي هو الملف تكست البوكس عندكم انه تقدر تطبق عليه. هلا وذن سكند بده يفصل